لدى اطلاع سموه على المخطط التفصيلي لمشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية، أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بالنهج الراسخ الذي اتبعته القيادة السعودية في دعم مملكة البحرين منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، وصولا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيدا سموه بمشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية الذي يحمل اسما غاليا ومعنى ساميا وهدفا نبيلا يعكس مكانة البحرين في قلوب ملوك المملكة العربية السعودية، ويترجم التعاون البحريني السعودي النموذجي، ويبين الإيثار المتبادل بينهما في الخير والذي لا يحصل إلا بين الأشقاء. هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي، وسعادة الدكتور خالد بن عبد الرحمن العهلي رئيس جامعة الخليج العربي. وقد قدم رئيس جامعة الخليج العربي شرحا مفصلا حول مشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية الذي يتبع جامعة الخليج العربي والذي يقام على أرض بمساحة 1,000,000 متر مربع، التي تكرم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى بتخصيصها للمشروع. واطلع سموه على المخططات التفصيلية لهذا المشروع التعليمي والعلاجي الضخم، كما اطلع سموه من خلال عرض مصور على التصورات الخاصة بكل مرحلة من مراحل المشروع الذي يتكون في مرحلته الأولى من مستشفى طبي جامعي بسعة 288 سرير و11 غرفة عمليات ومبنى للعيادات الطبية وآخر للخدمات الطبية، إضافة إلى مراكز تيمز تتبع المستشفى متخصصة في أبحاث الأمراض السائدة بدول الخليج العربي مثل السرطان والسكري والسمنة. وقد رعي في تصميم المدينة الطبية أن تكون بمقاييس عالمية عالية لخدمة مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث شدد سموه على أهمية أن يكون المشروع بالمستوى الذي يليق باسم الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه، وامتدادا لما قدمه رحمه الله في خدمة البشرية والإنسانية. وقد بارك صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر المخططات التفصيلية الممهدة للبدء في المرحلة الأولى من مراحل تنفيذ مشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية بكلفة 100,000,000 دينار، فيما سيوفر للمشروع عند اكتماله ما يزيد عن 1,200 وظيفة في مختلف المجالات الطبية والإدارية. وأكد سموه في هذا الصدد أن مشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية أحد العلامات الفارقة التي تبرز القيم العالية للصرح النموذجي الذي تمثله العلاقات البحرينية السعودية. وقد أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الاعتزاز بما تحتضن مملكة البحرين هذا المشروع التعليمي العلاجي الضخم الذي سيكون داعما لبرامج الحكومة في الارتقاء بالأساليب العلاجية استنادا إلى قاعدة تعليمية وبحثية متطورة. وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن حجم شكره وامتنانه للمملكة العربية السعودية الشقيقة على ما تولي بذله من أجل دعم وإسناد مملكة البحرين في مختلف المجالات. وقد أعرب كل من وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس التعليم العالي ورئيس جامعة الخليج العربي عن شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم سموه وإسناده لمشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية، والذي يعد أحد الصور المشرقة للدعم الذي تحظى به مشاريع التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بالإضافة إلى أنها تجسد دعم سموه للارتقاء بمسيرة التعليم ومنها التعليم الطبي الجامعي، منوهين بالمساندة التي تجدها جامعة الخليج العربي من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باعتبارها نموذجا للتعاون بين الأشقاء.